حسان على تنفيذ الخطأ القادم. أحمد خليل يتقدم يتأهب يسدد أحمد عالية خارج الملعب بتتحول إلى ركلة مرمى لمباراة التكريمية. كرة الآن أمامية بينية ملعوبة أمام منطقة الجزاء ممكن تسديدة حلوة جميلة في اللقطة الماضية إلى خارج الملعب. لعبة أهلاوية بتتحول إلى ركلة مرمى إداري لكن يعني خلاص كانت مكتوبة في أن يهبط الفريق لدوري الدرجة الأولى وبإذن الله أيضا يكون الموسم القادم موسم العودة لفريق اتحاد كلبة. حمادي الله على لعبة على تسديدة على كرة جميلة كانت من إسماعيل الحمادي في اللقطة الماضية لكنها بتعتري العارضة بتتحول إلى خارج الملعب. هذا إسماعيل أخذها وأخذ المدافع سدد له كرة قوية ركلة مرمى لمصلحة فريق نادي اتحاد. بالنسبة لكلبة يعني هو أحد لقاءات أداء الواجب في الدوري بعد خلاص تأكيد أيضا الهبوط لمصافي الدرجة الأولى بينما بالنسبة أيضا للنادي الأهلي خطيرة هذه وتنحط الله لعبه حلوه. عاد ايضا هو اسماعيل لمسه جميله مع روبيرو الى اسماعيل اخذها بصدره ولعبها ايضا في الزاويه البعيده لكن القائم الايمن هو دوري تقوي خلاص يعني من قسمه نادي العين وبالتالي يفقد لقبه اللي كان يحمله ايضا في الموسم الماضي لكن حقق لقب بطوله السوبر الفريق الاهلاوي وعنده ايضا يعني امال باذن الله تكون ايضا يعني جيدة وتخدم أيضا ظروف المباريات أو مباراة الأهلي السعودي مع فريق تركر الإيراني من خلال أيضا تحقيق انتصار في ذلك اللقاء وهو أيضا أن يحقق الفريق الأهلاوي لقاء في لقاء أيضا مع نساف الأوزبكي انتصار آخر يصل فيه إلى دور 16 من بطولة دوري أبطال آسيا. بالتوفيق إن شاء الله لكل من يمثلنا خارجيا العين عن سعادة الأهلي إن شاء الله بإذن الله يكون أيضا في طريق للصعود. النصر أيضا والشباب في البطولة الخليجية راح يتواجهون مع بعض في دور الأربعة وبالتالي طرف إماراتي راح يكون موجود أيضا في دور الأربعة من بطولة الأندية أو في المباراة النهائية من بطولة الأندية الخليجية الأبطال. كرة ملعوبة عن طريق صنقور، صنقور إلى الحمادي، الحمادي يتقدم أقصى الشمال إلى السعيدي، السعيدي يحاول يمر، أسامة يبحث عن لاعب، لعبة خلفية إلى كوان، إلى الحمادي، الحمادي مر، الحمادي تقدم، الحمادي مر إلى السعيدي، أسامة، أسامة أمام منطقة الجزاء تسديدة حلوة وجميلة، جول أول أهلاوي جول أول أهلاوي يسجله عبد العزيز صنقور من تسديدة كانت من خارج منطقة الجزاء ينجح أيضا في تحويلها إلى شباك محمد حسين. عبد العزيز صنقور هو من يسجل أول الأهداف. شوف اللعبة هذا السعيدي أخذ صنقور هيال نفسه وبعد ذلك خطأ حقيقة فادح يرتكبه محمد حسين في اللقطة الماضية. شوف صنقور سددها يعني الإبعاد ما كان بشكل جيد من اللاعب محمد حسين في اللقطة الماضية والكرة أيضا تتهادى وتتهاوى أيضا في شباك الحارس محمد حسين وفي شباك اتحاد كلبة. يعني شوف يعني هو لحظة الكرة يتقدم يلعبها طويلة أمامية سريعة الآن إلى أحمد خليل، خليل يحطها والحمادي كان في اللقطة الماضية لكن بعد ذلك الكرة تبعد وتتخلق. هذا عاد الكرة الماضية كانت إسماعيل حمادي حاول حتى من فوق حارس المرمى لكن أيضا خروج موفق من الحارس محمد التميمي بتنحط خطيرة الله كاد أن يستغل الخطأ اللي أيضا ارتكبه محمد التميمي لكن محمد عاد وصوب الخطأ وحول الكرة الماضية إلى ركلة ركنية. شوف اللعبة شوف ريبيرو حاول فيها قادم لمصلحة الفريق الأهلاوي في مكان خطير وفي أيضا زاوية خطيرة ممكن يسجل الأهلي هدف ثاني. عرضية ملعوبة بتنحط من خليل خطيرة أيضا يتسطر هو من اللاعبين اللي يحبون الاختراق والانطلاق يعني ألاحظها في هذه المباراة فقط لكن السعودي يبتكر لاعب موهوب عند إمكانيات حبيب فردان هذا حبيب إلى السعيدي من الخلف مرة أخرى إلى حبيب الفردان علي ملعوبة في مكان بنحط الله الله على هدف أهلاوي ثاني يسجل البرازيلي ريبيرو في الدقيقة 48 من عمر الوصول
المباراة الدقيقة الثالثة من عمر الشوط الثاني. لعبة حلوة جميلة كانت من فردان إلى روبيرو ما بين المدافعين ومن فوق حارس المرمى يسجل ثاني أهداف فريق الأهلي وثاني أهداف المباراة. شوف اللعبة، شوف التمريرة الذكية من حبيب الفردان اللي حطها على قدم روبيرو بشكل جميل، يحطها أيضا في مرمى الحارس محمد حسين. حبيب فردان، لعبة سريعة الآن لإسماعيل حمادي، الحمادي يتقدم، الحمادي مرر في مكان سليم، لكن أيضا تغطية دفاعية حاضرة من اللاعب يعقوب حسن في اللقطة الماضية. يعقوب خلصها من أمام السعيدي أو قبل ما توصل لأسامة السعيدي، خطيرة هذه وبالخطأ والسعيدي حطها، التميمي يخلصها يحولها إلى ركلة ركنية في اللقطة الماضية. أسامة السعيدي حاول فيها لكن أيضا التميمي محمد حسين يصلح الخطأ اللي ارتكبه خميس العيماني في اللقطة الماضية. هذا أسامة خطفها لعبها ملعوبة ركنية أمام المرمى، تسديدة تسديدة قوية حلوة جميلة. 16 مباراة انتهت بالفوز و43 مباراة انتهت بالتعادل، وكان في 161 مباراة هذا هو الهدف الأول أو هذه اللعبة اللي سددها أيضا عبد العزيز صندور على طريقة الهدف الأول، لكن في هذه المرة قد يدفع أيضا كوشمان باللاعب نواف مبارك العائد من الإصابة. نواف طبعا يعني انتقل من نادي بنياس إلى النادي الأهلي، خطيرة هذه وتنحط يبعد بعد ذلك ركلة جزاء يحتسبها حكم المباراة أحمد سالم. حبيب ومحمد التميمي، حبيب الفردان يتقدم، الفردان يحط فردان، الله على هدف حبيب الأهلاوية اللي يسجل هدف ثالث في الدقيقة 60 من عمر المباراة، الدقيقة 15 من عمر شوط المباراة الثاني. ثلاثة الأهلي، هذه اللعبة هو من تسبب فيها وهو من سجلها وهو من وصل أيضا للفريق الأهلاوي للهدف الثالث في هذا اللقاء. شوف اللعبة حطها في زاوية بعيدة، زاوية صعبة على الرغم حقيقة من محاولة محمد حسين، لكن مثل هذه الكرات في مثل هذه الأماكن صعب على أي حارس مرمى أنه أمور أيضا خارج الناس. خطيرة هذه بتنحط، الله حلوة اللعبة الماضية ما بين روبيرو وما بين اسماعيل الحمادي، ولكن احلى بعد ذلك من محمد حسين. شوف الحمادي لعبها في مكان الى روبيرو حاول يحطها، لكن التميمي محمد حسين موجود في المكان والوقت المناسب، ايقاد الان لمصلحه الفريق الاهلاوي ينفذ. ملعوبه الكره بينيه الان الى نواف، تسديده الله على لعبه على كره من نواف مبارك تتحول الى خارج الملعب والى ركله مرمى. هذا نواف، شوف اللعبه البينيه الجميله الى نواف، سدد مرتدة سريعة الآن خطيرة لمصعد فريق الأهلي. روبيرو يتقدم، يحاول روبيرو مرور، تسديدة إلى خارج الملعب وإلى ركلة مرمى لمصلحة فريق وسط الملعب إلى نواف. نواف يتقدم، نواف عكس اليمين، ممكن عرضية خطيرة هذه لهيكل، هيكل يهيئ داخل منطقة الجزاء إلى روبيرو، استلام جميل، لعبة حلوة، هدف رابع يضيع على الفريق الأهلاوي عن طريق اللاعب سعيد جاسم في اللقطة الماضية. بعد لعبات أهلاوية حلوة جميلة، شوف روبيرو لمسة من الحمادي حلوة جميلة إلى سعيد جاسم اللي حاول يحطها بالزاوية البعيدة، لكن الكرة عدت ومرت وإلى خارج الملعب تحولت ركلة مرمى لمصلحة فريق